هاي، اليوم رح احكي عن برودكت مش من زمان اكتشفته بيساعدنا نحل مشكلة البيبي هير. مثل ما بنعرف كلنا عنا هيدي المشكلة، شعرنا بيتساقط وبيرجع بيطلع بداله شعر ناعم كتير وقصير اسمه بيبي هير، بس نربط شعرنا بضلون منوبرين. كرمال هيك حبيت شارككم هيدي التجربة وعرفكم على هيدا البرودكت. شكله مثل الماسكارا، بيجي ترانسبارون، جيل ترانسبارون، فينا نحطه على شعرنا بدل السبراي او الجيل. ما بيجمد كتير ولا بيدبق. ومثل ما شفتوا ربطت شعراتي كعكي، عندي شعراتي شوي من هون منوبرين. هلا رح فرجيكم كيف فينا نستعمله. من بعد ما استعملته هيدي هي النتيجة. يلي لاحظته انه اول ما منحطه بيكون الشعر شوي وات رطيب وبيرجع بينشف من بعدها، ما بيبين ابدا انه حاطين شي على الشعر. واكتر شغلة فيها حبيته انه صغير بيساعد بالساك وفينا نستعمله بلا ما نستعمل الفرشاية. مثل ما بنعرف السبراي يا منرشه على الفرشاية ونرجع منمشط شعراتنا، يا اما من بعد ما نرشه ديركت على الشعر بدنا نرجع نمشطه بالفرشاية كرمال البيبي هير يكسو. هيدا البرودكت فينا نلاقيه على كتير ويب سايتات وفي منه كذا ماركة. كل حدا مجربه من قبل يحطلي كومنت ويعطيني رأيه، وما تنسوا لايك شير وسبسكرايب، وانا بشوفكن قريبا بفيديو جديد. تشاو.